خويا بهذه المناسبة الأليمة نشاركوا الحزن ديال الصديق ديالنا والأخ سعيد الصنهاجي، ونطلبوا من الله يصبروا الوالدة ديالو، إنسانة طيبة يعني فم بلا عار كما تيقولوا، محبوبة من عائلتها من الجيران من الناس كاملين، وتنطلب من الله يصبر عائلتها كاملة، ونطلب من الله أن يجعلها من الناس الجنة إن شاء الله، والله مغفر لنا ولها ولجميع المسلمين.